ما في مواطن يمشي ينتقم لهم مواطن بدون اي سبب بكتلوه وبيعتبروا بيقول لك انت دعامه. يعني الدعامه عندهم كروزراتهم وعندهم حديد وعندهم عرباتهم، انت لو دايرهم مدلكم موجودين، حتى لو كنت مواطن ذاتهم موجودين في اماكنهم انت ما قادر توصلهم يعني. فما من باب الرجال وما من باب النخوه انك تقتل لك ناس هم ماشيين في قارعات الطريق، تحاول تقطع الطريق امامهم وتقتلهم وتتهمهم انهم دعم للسرقه. لكن دي العقليه بتاعت الاستخبارات العسكريه، انه الناس تكون فاهمه الكلام اللي بنقول فوق ده، ما تفتكروا كلام يعني بالسهوله دي. امسك المعنى وامسك الحقيقه دي اربطها مع الواقع بتلقى النتيجه كما هي. وبنقول الكلام ده على اساس الناس ما تتشوش، احنا بنقول الكلام ده على اساس الناس ما تاخد هم الكيدان ده كل مره واخرى بيحاولوا يعملوا لك ضغطي وحاولوا يسوقوك لمتاهات انت ما تقدر تعرف ماشي فيها وين، وحاله بتاعت استياء وحاله بتاعت احباطات نتيجه الكوارث بيتم صناعتها. مع ذلك هم طبعا بيحاولوا بالعقليه العنصريه اللي هم سايقينها، العقليه العنصريه اللي هم سايقينها، عرب الشتات، عرب الجندي جنيد، عرب الحوازمه واللي هم بيقولوا عليهم العطاوه بصوره عامه، والفلانين، ومن اخير ثاني يقول لك الغرابه، والكلام الكثير الفارغ ده. السياق ده بتاع العنصريه ده لما يسوقوا فيك وحاولوا يوجهوك وانت تمشي وراهم، هو ما في مواطن يمشي وراه، لكن بيخطوا لك القالب ده في دماغك انت بتفكر فيهم. تدريجيا هم مع الكلام ده ذاته بيحاولوا ينفذوا عمليات اجراميه على اساس لما تحصل اي كوارث ولا حاجه بالشكل ده انت كزول جاهزيه وكزول من القبائل الموجه لها التهم دي ذاتها، تمام، انت بتشعر بانه الكل ضدك. انت فاهم الشغله كيف؟ بتشعر انه الكل ضدك. الكلام ده لكن في الحقيقه ما موجود. كل القبائل دي 90% اعلنت تأييد للدعم السريع. دي حقيقه. واعلنتها في فيديوهات وفي شغل رسمي. فما من باب الغباية تمشي تعادل لك قبيلة أخرى، حتى ولو القبيلة دي تفترض إنه الناس ديل ما استخبارات عسكرية وما جيش. يفترض إنه مواطنين اعتدوا على أي جهة أخرى، ديل عبارة عن ناس ممكن تكون ناس سفلة، ناس قلة، ناس مجرمين، ناس عندهم مصالحهم، ناس عندهم انتهازيتهم الخاصة بهم. فما مثلوا أصلا الكيان المجتمعي اللي هم مثلا من تسبلوا من ناحية قبلية. أمور دي إحنا بنتعامل معاها بكل رواقة وبكل سهولة. والمادة هو مادة. ممكن يموت بعربيته دي بحادث، يمكن يموت مقتول، يمكن يموت، يمكن يموت، دي اسباب. لكن القدر هو واحد، انك انت خلاص حتموت حتموت. بعد ذاك التمثيل بالجسد الحياه دي كلها بتكون عباره عن سلوك من القاتل وبيعكس حياته الداخليه وبيحاول يعني يوضح لك انه هو منو يعني. كسلوك فردي، سلوك متطرف، ايا كان. بيعكس سلوكه. كذلك في الاسر وغير الامور دي كلها انعكاسات لوضعيه الانسان ده نفسه. هو الانسان ده ما بتعرف الفقير، ما بتعرف يعني حاجاته الحقيقيه الا ما يكون غني. ولما يكون غني بعد ذلك بيسرق المعدن الحقيقي، هل هو كان كده ولا كان عوامل كثيره مختلفه؟ المهم الكلام ده بتشعب وغدنا لكلام وتفاصيل دقيقه كثيره بنطلع من الموضوع. ما حنمشي فيها لكن في اطار بساطة الحياة بنحاول نقرب الأمور يعني. القائمة به الاستخبارات العسكرية من تهجير، برضو انتوا شايفينه في عطبر بغادي للناس النازحين المشوا في الشمال، وبالتالي بتخلق حالة من الضائقة الكلية لكل السودانيين شغالين بعقلية الانتقام. انت كونك الليلة يعني تمشي من الحرب وتلجأ اذا كنت لجأت للشمال ولا اي مكان فيه الجيش، انت اول حاجه فيك تهمتين، انت يا تابع للدعم السريع والجاسوس، وده جزء من الهوان والضعف بتاعهم والحاله بتاعت الجبن اللي هم بيعيشوهم، ده سيناريو خاطبنا فيك. يا انت انسان جبان وهارب من الخطوط، مفترض تكون قاعد في بيتك ومفترض ما تطلع، لان هم ناس متناقضين. وزمان قالوا الخرطوم دي الناس تفضى كلها تطلع عشان دارين يدقوها في راس الدعامه، مش قالوا الكلام ده؟ الكلام ده ما قالوه هم ذاته، قالوا الناس تطلع وهم قاعدين يطلعوا الناس. لكن الان لما الخرطوم فرغت، هم الخرطوم مش فرغت كويس، الناس اللي جو في اطار حمايه الدعم السريع. لكن وقاعدين ومرتاحين وفي ناس ما مشوا اصلا، لكن المشوا
هم طبعا بيشوفوه انهم جبنه وكده وكده وكده، ومفترض يدافعوا عن بلدهم عقليه كده، شغالين انه هم في الناس ويحاولوا يصوروا لهم التصور السلبي ده على اساس هو طبعا جزء من الضعف، جزء من الحاله بتاعت الانهيار النفسي اللي هم عايشينه. فانت كمواطن ربنا يعينك، لكن دي الحقيقه اللي قاعد تقوم بها المؤسسه الكيزانيه، المؤسسه الارهابيه اللي بتمارس كل السلوك البربري ضدك في كل مكان. لان هسه في اعتقالات في سنار، في اعتقالات في بورسودان، وفي تنكيل بناس مواطنين في بورسودان وقتلهم وسجن اخرين كتار جدا جدا، دي كلها حاجات الان بتحصل نتيجه للحاله بتاعت الضعف والحاله بتاعت الجبن اللي هم عايشينه، غير برضو الانتهاكات اللي بتحصل لمواطنين في القضارف والاعتقالات اللي بتتم للمواطنين وكلام كثير في كل مكان فيه الجيش، لانه هو بيشعر بالضعف ويشعر بالجبن، لانه هو في اي معركه منهزم. الانهزام ده هو داير يمشي يعوضه بالمواطن، يعوض يفش الغبينه دي فيك انت كمواطن، كطابور خامس، انت كوجوه غريبه، انت كالمهم يجيب لك اي حجه يحاول او تهمه يلصقها فيك. الكلام ده جاء مفهوم جدا، لانه الناس دي النهايات، النهايات اصلا بتعمل كده، بتخلي الناس بتتخبط. طيب ده الشغل قاعد يقوم به الاستخبارات العسكريه، اذا كان في الطريق بتاع الغرب واللي هو بيتم قتل المواطنين على اساس عنصر جهوي، وحتى ان كان في الشمال برضه الناس اللي كانوا يجوا من الدهب وتم قتلهم وتم التنكيل بهم على اساس هم دي وجوه غريبه. فالكلام ده كله قاعد يقوم به الاستخبارات العسكريه. ما في المواطن ده يا جماعه، المواطن ده لمعلوميتك طبيعة الإنسان المواطن العادي، ما الإنسان المواطن العادي ما بيحب إنه يشوف الإنسان ده ميت ذاته أيا كان. الإنسان دائما، عشان كده الناس بتدربوا، الناس بخشوهم العسكرية شنو بيعملوا لك عوامل كثير عشان تتعود على القساوة تكون عندك قبول للعنف وكده يعني، فهمت كيف؟ فالحاجة دي هم بيقولوا بها دي الاستخبارات العسكرية، إذا كان لبس الجلابية ولا لبس الكاكي ولا لبس الهين عارفينها. والاستخبارات العسكريه دي ما عندها اخلاق، استخبارات الحركه الاسلاميه المتطرفه شغال اجرام في كل السودان، في غرب، في وسط، في شمال، في جنوب، في شرق، في كل الاماكن اللي بتتواجد فيها شغال انتهاك للمواطن. والحاجه دي ما جديده، لان ده السلوك اللي هم يتربوا عليه وعاشوا عليه على مر السنين الفاتت. انت ضروري تقدر تعرف الناس دول الان في نهاياتهم. في كلام كثير برضه حاجه فيه سياسيا، ولكن دي النهايات، النهايات الداخلية. أنت بتشوف الحالة بتاعت التشرذم، الحالة بتاعت الاتهام الجزافي اللي ما عنده أي أساس من الصحة، كل العوامل دي والمؤشرات دي بتحاول بتديك الحقيقة. في زول قالت لي هنا ما في صوت، الصوت ما واصل يا أم الشيخ محرج، الصوت ده واصل ولا ما واصل يا شباب؟ الصوت بيقولوا ما واصل. الناس تكتب لنا لو الصوت ده واصل يا شباب. مساء الخير يا حسن عيسى طه. الصوت واصل يا شباب؟ شكرا شكرا. لأنه الحاجة دي بتعمل تشويش يعني، لو أنت تتكلم وتلقى إنه الصوت ما موجود أو الناس برضه، المهم حصل خير. مرحبا ياسين. الحاجة العقلية بتاعت الاستخبارات دي ما شغالة، شغالة فتن. وشغاله فتن يا اخي منذ الحركه الاسلاميه دي مسكت السودان. احنا والله بصراحه كده فترنا من مقال حميتي، تعبنا ومصارينا دي اتهردت من انه المواطن ده هو ذاته مكرس دماغه ده وما داير يفهم، لا داير تفهم حقوقك، لا داير تفهم العقليه الانانيه، العقليه المريضه دي ما بتحلك. واحنا والله بنقولها لك وعلى باكمل بملأ الفم يعني، دولة 56 تاني ما بترجع يا اخي، والله ما بترجع له الدنيا دي تفنى ذاته، ما في حاجة اسمها 56 بترجع، ما في حاجة اسمها حركة اسلامية بترجع وبتحكم زي ما كانت بتتبلطج، ما في حاجة اسمها انت عندك امتيازات عشان الامتيازات حقتك انت ترجع لك، الكلام ده شيله بره راسك ما بترجع له الدنيا تنطبق. الكلام ده مفترض تكون عارفه عشان ما تتجابنوا وتكونوا شعبي وسخ يعني، لانه هسه الكلام الحرب دي استمرارية الحرب الفترة الطويلة دي، في ناس لسه مراهن يقول لك ده الخرطوم بتتنظف عشان هو ده يرجع عليها. ما بتتنظف لانك انت نوع، انت ذاته نوعك ده وسخ ونوعك ده ما نظيف ذاته عشان الخرطوم دي تتنظف ذاته، لانك انت في جواك ما نظيف. يا اخي ما ممكن.
ناس بتقاتل لك، ناس ماسكه قضيتك يا اخي المظلومه اللي كنتوا بتتصارعوا وبتسرقوا مع بعض في السوق العربي، بتسرقوا تليفونات بعض وبتتلابطوا في المواصلات هنا، ما هو نفس الشعب يا اخي. انت لمتين ترتو ذاته يعني؟ لمتين الناس تبقى حقيقيه كده يعني؟ لمتين تبقى عندك نظافه كده؟ انت داير الخرطوم ينظفوا لك؟ نظفها لك مو يعني؟ وانت ذاتك راجل عشان بتيجي بتنظف الخرطوم؟ كلام فارغ ساكت. ما ممكن الناس تكون مريضه كده لسه عم منتظره لك قال الجيش جيش الوطن عشان يجوا يغيروا لك يا اخي. ما في اي جيش وطن. الدعم السريع ده جيش الوطن. اذا شئت ولا ابيت. ايوه لو في سلام الدعم السريع ده الغالبيه الان هو حيكون الجيش، واذا ما في سلام هو اللي حينتظر عليك ويحقق الانتصار وحيسلم الدوله دي للشعب السوداني كله باكمل وجه زي ما هو كتب في الرؤيه بتاعته. لكن مساله انك انت تتهاون وتستهبل وتتراخى على اساس انك انت داير تنتظر انه يحققوا لك انتصار عشان ترجع الخرطوم، ها؟ الجيش حقق لك انتصار يا جبان، الجيش بيحقق لك انتصار بتاع شنو؟ هو الجيش ده عمره كله حقق انتصار، لكن الانتهازيه بتاعتكم والعنصريه حقتكم ما بتخلي البلد دي تمشي. وهسه لو ما العنصريه اللي هي غالبه عند الشعب دي كان الامور دي مشت قدام، ممكن ساجنكم زي الغنم. هاي ساجنكم زي الغنم. هتقول لي ده الدعامة ولا ده الجياشة ولا الكلام الفارغ ده، انت كمواطن دورك شنو هنا؟ دورك قاعد تكون مدسي بس. انا زمان في الحرب دي لما بدأت الناس بدأت تطلع قلت للناس ما تطلعوا من الخرطوم. قلت لهم ما تطلعوا العدة اسباب انا كان خطيه في دماغي ده. انه لو الجيش والدعم السريع ده ذاته فشلوا انت كمواطن انت الغالبية ال 40 ولا 50 مليون بتطلع بتقبضهم وبتقول لهم بتخطهم في علبهم، بتكون عندك صوت بتكون عندك حقيقة، لكن كلكم جريتوا. جريتوا مصر وجريتوا الشرق وجريتوا الوسط الجزيرة وتاني من الجزيرة هربتوا والمشى الغريب جرى الغريب وهكذا. ما بتحبوا الحقيقة وما بتحبوا المواجهة. دائما دايرين الرخوة. هسه الدعم السريع لو بكرة مسك الدولة دي كلكم بتبقوا دعامة. ولو الجيش ده مسك الدولة دي كلكم بتبقوا جياشة وكلكم